استعان صناع مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال بمصمم المعارك أحمد عبد الله لتنفيذ مشاهد الأكشن والمطاردات التي تتضمنها أحداث المسلسل، واللي تعتبر أصعب المشاهد في العمل، وتم تصوير العديد منها خلال الأيام اللي فاتت، وحرص صناع العمل على خروج المشاهد دي بالتحديد بمصداقية شديدة، خاصة إن باقي أحداث العمل بتترتب عليها. مسلسل رحيم بيخوض من خلاله ياسر تاني بطولاته في عالم الدراما التلفزيونية للعرض خلال سباق رمضان المقبل بعد مسلسل ظل الرئيس للمخرج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاح كبير جدا.